Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Dikrum awwali man amana billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala fil mawahibil ladunniyah. Awwalu man amana billah wa saddaqa bi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Siddiqatun nisa Khadijah radiyallahu anha. Faqamat bi aba'i siddiqiyah. Wa kana taqulu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada wastadallat ala dalika mimma fihi min sifatil hamida ka kiradhaif wa hamlil kal wa arafat anna man kana kadhalik la yukhza abada wa huwa min badi'i ilmiha radhiyallahu anha qala ibn ishaq wa azaradhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala amrihi fa khaffafa Allah bidalika anhu فَكَانَ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدٍّ وَتَكْذِيبٍ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا تُثَبِّتُهُ وَتُخَفِّفُ عَنْهُ وَتُصَدِّقُهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ وَلِهَذَا السَّبْكِ وَحُسْنِ الْمَعْرُوفِ جَزَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَبَعَثَ جِبْرِيلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِغَارِ حِرَاءَ وَقَالَ لَهُ اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ أقرأ عليها السلام ربها بشرها الله سبحانه وتعالى بشرها الله سبحانه وتعالى على أقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فخص الله سبحانه وتعالى بالسلام دون العباد المؤمنين كلهم خصها الله بواسطة جبريل قال اقرأ عليها السلام من ربها ألا قال جبريل أراد أن يشارك ذلك قال ومني من ربها ومني ألا وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من زمرد ولؤلؤ وياقوت لا صخب فيه لا صياح ولا شيء ولا نصب ولا تعب شوف كيف إلهام من الله سبحانه وتعالى ولا كيف العلم البديع الذي خصها الله به سبحانه وتعالى هذه الشريفة العفيفة أم المؤمنين محبوبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين فقالت هو السلام الله ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله خصص الله فردت السلام على ربها على جبريل وعلى حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا كله من وفور فقهها من وفور فقهها أن الله سبحانه وتعالى جعل فقهها ذاتيا بجوارها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا فكيف من نظر فيه فقها فكيف من جالسه وعاشره وبات معه سنوات فإنه ألهمها الله سبحانه وتعالى العلوم كلها وفقهها في دينها وعلمها من العلوم ما يجل أن يوصف بمجالسته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها عاشرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم 25 سنة أكثر من زمن البعثة يأسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم 25 سنة ما قد اشتكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدتنا خديجة أبدا ما قد اشتكى أبدا مع المشاكل التي في الخارج كثيرة الذين ردوا دعوته وآذوه كانت نعمة السند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي مهموم إلا ويفرج الله همه بواسطتها رضي الله تعالى عنهم
وأعطاها الله الكرامة العظيمة وخصها بالسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة دون بقية نساء، وأكرمها الله بالكرامة في حياتها، ولا زالت كرامتها إلى اليوم والليلة لزوارها من زارها بنية صدق، لا زالت ألا تفيض بالكرم. وفي يوم القيامة الله يدخلنا تحت دائرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحت دائرتها أمنا فاطمة الزهراء عافية وسلامة. تم. وهذا من وفور فقهها رضي الله عنها، حيث جعلت مكان الرضي السلام على الله أثنى عليه، ثم غيرت بين ما يليق به وما يليق بغيره. قال ابن هشام: والقصب هنا اللؤلؤ المجوف. وأبدى السهيلي لنفي النصب لطيفة، هي أنه صلى الله عليه وسلم لما دعاها إلى الإيمان أجاب طوعا، ولم تحوجه لرفع صوت ولا منازعة ولا نصب، بل أزالت عنه كل تعب وأنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فنسب أن تكون منزلتها التي بشرها بها ربها بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها رضي الله عنها. وإقرأ السلام من ربها خصوصية لم تكن لسواها. السائلة هي ما رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ألا لا صخب فيه، غالب الزوجات يرفعن صوتهن على أزواجهن، هي ما رفعت صوتها على النبي ولا آذت النبي ولا أتعبت النبي، فكان الجزاء من جنس العمل، لا صخب فيه. غالبا أن النساء يرفعن أصواتهن ألا ولا يبالين، قال ولا صخب فيه ولا نصب، هي ما أتعبت النبي ولا نصب ولا تعب. ليه؟ لأنك ما أتعبت حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولا شوشت عليه حياته، بل كنت السبب في إزالة أحزانه وهمومه وغمومه، ما أصاب بشيء من هم وكرب وحزن إلا وجاء إلى سيدتنا خديجة فيذهب ما به من هم وخم، حتى عندما جاءه الوحي فكان يرتعد عندما جاء في حجر سيدنا خديجة هدأ عنه ذلك وسري عنه، فكانت نعم الرفيق ونعم الأنيس ونعم الزوجة الصالحة التي خصها الله بها وأكرمه الله بها من بين سائر بريته، فجزاه الله خير جزاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتميزت أيضا بأنها لم تسؤه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تغضبه قط، وقد جازها فلم يتزوج عليها مدة حياتها، وبل حياتها كمها حين تزوجها إلى حين البعثة على 25 سنة إلى 40 كم 15 بعد 10 سنين 25 سنة ما شاء الله أكثر ما تزوج عليها في حياتها أبدا، أكثر من زمن البعثة، أكثر من وبقية أمهات المؤمن كلهم يعني عشنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقل من نصف هذه المدة رضي الله عنه، ومع هذا أقل من نصف، ومع هذا فيها من المشاكل وفيها من الغيرة وفيها رضي الله عنها ورضي عنها حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عاشت في الرضا وانتقلت الرفيق الأعلى في الرضا ولا زالت في الرضا، فهي راضية مرضية عند مولاها وعند حبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهنيئا لهذه المرأة الصالحة التي خصها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بخصوصيات لم تخص بها أحد من نساء العالمين. وبلغت منه ما لم تبلغه امرأة قط من زوجاته، وولدت له صلى الله عليه وسلم من الذكور القاسم عبد الله،
ويلقب بالطاهر والطيب. ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها وعنهن. هذه السيدة أيضا القاسم وعبد الله وأربع من الإناث تذكروا زينب رقية وأم كلثوم وهي أصغرهن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما القاسم وعبد الله فهما عند أمهما. وأما زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فهن في البقيع وقبورهن معروفة تزارنا في البقيع في بقيع الغرقد. وكل أولادنا هم بس إبراهيم فقط ليس من سيدتنا خديجة. هلا أما فأمه مارية القبطية. أما بقية أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من سيدتنا خديجة. بعضهم يعتقد أن سيدتنا عائشة جابت ولد ومات لما أنها تلقب بأبي عبد الله أم عبد الله كما في كتب الحديث. وعن أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليس لها ولد من سقط ولا شيء سماها عبد الله له، لكنها كانت تربي ابن أختها اسمه عبد الله بن الزبير فكنيت به أم عبد الله عبد الله بن الزبير بن العوام. الزبير كان متزوج أختها أسماء. وأول ذكر آمن بعدها صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يكثر غشيانه في منزله ومحادثته. وروى عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أنا وأبو بكر على هذا الأمر كفر سيرهان. في بعض الروايات وكان بعد إسلام سيدنا خديجة إسلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فجاءوا إليهم فقالها لأنه تربى في حجره في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له شاور والده أبو طالب إلى أن تبى تدخل، قال أو شاور أبي فيك يا رسول الله، في الحال نطق بالشهادتين، قال هذا أمر لا أشاور فيه. قال لا ما عاد على طول دخل الإسلام، فلأنه أسلم صغيرا فلهذا عد هنا من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت أنا وأبو بكر على هذا الأمر كفر سيرهان فسبقته فتبعني ولو سبقني لتبعته. ففيه إشارة إلى أن كل منهما مجبول على التوحيد. ولهذا لما بعث صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تصديقا له أبو بكر رضي الله عنه. روى الطبراني برجال الثقات أن عليا رضي الله عنه كان يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، وكان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، وقيل كان اسمه عبد الله وغلب عليه أتيك، وقيل إن أمه استقبلت به البيت وقالت: اللهم هذا أتيكك من الموت، لأنه كان لا يعيش لها ولد. وقيل وسمي أتيكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله أعتقه من النار، وقيل لأنه ليس في نسبه ما يعاب به، وقيل لقدمه في الخير وسبقه في الإسلام إلى الإسلام، وكني بأبي بكر لابتكاره الخصال الحميدة. قال الزرقاني: ولم أكف على من كناه به، هل هو المصطفى صلى الله عليه وسلم أو غيره. فلما أسلم أزار النبي صلى الله عليه وسلم في نصر دين الله تعالى بنفسه وأماله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه أول الناس إسلاما، واستشهد بقول حسان رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل.
والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس قدما صدق الرسل. وقوله والثاني التالي أي ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ففيه تلميح إلى قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقوله التالي أي التابع له صلى الله عليه وسلم بادلا نفسه مفارقا أهله ورياسته في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملازمته ومعاديا للناس فيه جعل نفسه وقاية عنه وغير ذلك من سيره الحميدة التي لا تحصى، بحيث قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، وقال ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر وأساني بنفسه وماله، وقال إن أعظم الناس علينا منا أبو بكر زوجتي ابنته وواساني بماله. قال الشعبي عاتب الله على الأرض جميعا في هذه الآية أي آية إلا تنصروه غير أبي بكر، وقد جزي بصحبة الغار الصحبة على الحوض كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار فيا نعم الجزاء. وقوله المحمود مشهده أي الممدوح مكان حضوره من الناس، لأنه كان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلمهم بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان تاجرا. وفي سير المؤمن أنا صدر يقول المؤمن يألف ويؤلف، لا المؤمن يألف ويؤلف، يألف غيره ويألفه غيره، هذا قال يألفونهم محببا فيها في قومه سهلا في معاملته في أخلاقه رضي الله تعالى عنه، فلم يدخل في العتاب عندما عاتب الله سبحانه وتعالى عباده، وقد جزاه الله سبحانه وتعالى خير جزاء جعله الخصوصية بالصحبة، فلهذا ذكره الله في القرآن أنا ثاني إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والغار معلوم أنه لم يكن فيه غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق الذي سمى عتيق لعتقه من النار، نعم، وقيل لأن أمه كانت إذا ولد لها ولد مات، فلما ولد أبو بكر قالت اللهم هذا عتيقك من النار فسمي بعتيق، واسمه عبد الله وكني بأبي بكر، نعم. لم يدرى هل كناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أو أن هذه كانت من أول. أما الصديق لأنه صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى عندما جاءه المشركون وقال له إن صاحبك يقول أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس، قال أو قد قال، فإن قال فقد صدق، وأصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء في روحة وعشية، فكيف لا أصدقه في خبر الأرض؟ فمن حين ذلك سمي الصديق، والصديقية هذه مرتبة عظيمة ألا دون مرتبة النبوة وفوق مرتبة الأولياء، الصديقية مرتبة عظيمة فوق الأولياء ودون النبوة، حاز هذا سيدنا بكر الصديق وحازها كثير ألا، وقد حازها سيدنا علي بن أبي طالب، وقد حازها ولا زال في كل زمان خليفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحوز هذه له المرتبة، مرتبة الصديقية. الأقطاب يتعددون والصديقية كذلك تكون، أما إذا قلنا أن المراد بالقطب الغوث فهو يحوز الصديقية كذلك، نعم، الذي هو الخليفة الكامل في كل زمان عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطلق على الغوثية، نعم. تم
وفي السيرة الحلبية كان أبو بكر رضي الله عنه صدرا معظما في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق، وكان من رؤساء قريش ومحط مشورتهم، وكان من أعف الناس رئيسا مكرما سخيا يبذل المال محببا في قومه حسن المجالسة، وكان أعلم الناس بتعبير الرؤيا وبعلم الأنساب، وكذا أكيل بن أبي طالب، إلا أن أبا بكر كان يعلم خيرهم وشرهم ولا يعد مساويهم، فلذا كان محببا إليهم بخلاف أكيل فإنه كان يعد مساويهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه ذا خلق حسن ومعروف، وكان رجال من قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. فلما أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآزره وشد عدده فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه فضلاء الصحابة رضي الله عنه وعنهم، وسيأتي ذكر بعد من أسلم بدعائه. وكان رضي الله عنه يتوقع ظهور نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه من ورقة ومن غيره من الأحبار والرهبان والكهان، حتى أنه أول من بادر إلى التصديق به صلى الله عليه وآله وسلم. يروى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوما عند حكيم بن خزام، إذ جاءت مولاة لحكيم فقالت: إن أمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها نبي مرسل مثل موسى عليه السلام. فانصلى أبو بكر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره، فقص عليه قصته المتضمنة لمجيء الوحي له، وأخبره بأن الله أرسله، فقال: صدقت بأبي وأمي أنت وأهل الصدق أنت، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسماه يومئذ الصديق بوحي من الله. ولما سمعت خديجة رضي الله عنه مقالة أبي بكر رضي الله عنه خرجت وعليها خمارا حمر، فقالت: وعليها خمارا أحمر. فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي كحافة، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه ما أُلِم عنه حين ذكرته له، أي أنه بادر به. قال: وقال سهيلي: وكان من أسباب توفيق الله له وأنه رأى القمر نزل بمكة، ثم تفرق على جميع منازلها وبيوتها، فدخل في كل بيت منه شعبة، ثم كان جميعه في حجره، فقصها على بعض الكتابيين فعبرها له بأن النبي المنتظر الذي قد أضل زمنه تتبعه تكون أسعد الناس به. فلما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يتوقف. نعم، بما حصلت عنده من الإشارات والبشارات من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبادر للفضل الجزيل الذي خصه الله به ولم يتردد. كل واحد على يكون عنده غبوة وتردد ونظر، إلا أبي بكر بادر إلى الإسلام من غير نظر، لما شرح الله صدره وجبله عليه من السعادة التي خصه الله بها. وذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت على شيخ قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس كثيرا، فقال: أحسبك حرميا؟ قلت: نعم. قال: وأحسبك نبيا؟ قلت: نعم. قال: بكيت لي فيك واحدة. قلت: وما هي؟ قال: تكشف لي عن بطنك. قلت: لا أفعل. أو تخبرني لماذا؟ قال: أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث في الحرام يعاونه على أمره فتى وكهل، وأما الفتى فخواص غمرات ودفاء مضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة، وما عليك أن تريني ما سألتك، فقد تكاملت لي فيك الصفة إلا ما خفي علي. قال: فكشفت له بطني فرأى شامة سوداء فوق سرتي،
Faqala anta huwa warabbil Ka'bah. Wa inni usika bima huwa fi amri. Qultu wa ma hu? Qal iyyaka wal mail anil huda wa tamassak bi tariqil wusta. Wa khafillahi fi ma khawwalaka wa ataq. Fa qadaitu bil Yaman Arabi, thumma ataitu Syekh li wadi'uh. Faqal ahamilun anta minni abyatan ila dalika nabi? Qultu na'am. Fa dzakara abyatan. Fa qadimtu Makkah wa qad bu'itsa sallallahu alaihi wasallam. Faja'ani sanadidu Quraisy fakultu nabakum aw dhahara fikum amr qalu aqdamul khatib yatimu Abi Thalib yasum annahu nabi walaula anta man tadarna bihi wal kifayatu fika fasaraftuhum ala ahsani syai wa dhahabtu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'tu alaihi albab fa kharaja ilayya fakultu ya Muhammad qadahta manazil ahlik wa tarakta dina abaik فقال إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمن بالله قلت وما دليلك قال الشيخ الذي لقيته باليمن قلت وكم لقيت من شيخ باليمن قال الذي أفادك الأبيات قلت ومن أخبرك بهذا يا حبيبي قال الملك المعظم الذي يأتي الأنبياء قبلي قلت مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفت وقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسلامي وفي رواية فانصرفت وما بين لابتيها أشد سرورا مني بإسلامي ولا أشد سرورا بإسلامي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل الناس فرحا فكان يسافر للتجارة سيدنا أبو بكر الصديق فلقى الشيخ اليمن وكان قد أطلعه الله على علم وقرأ الكتب المنزلة وكان معمرا كبير السن نعم وأخبره بخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنشده أبياتا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا أبو بكر الصديق لا يفوتك الخير وخف الله فيما خولك وأعطاك من هذه الخصوصية. فلما انتهى من عمله في اليمن رجع إلى فجاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال له وما دليله؟ قال الشيخ الذي أخبرك أنبأك بخبر. قال كثير شيوخ لقيتهم كم من شيخ؟ قال الشيخ الذي أعطاك الأبيات وأخبرك خبر كذا كذا كذا. ففي الحال نطق بالشهادتين رضي الله تعالى عنه. فسر سيدنا أبو بكر بإسلامه وسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام أبي بكر. فما بين لابتيها أي الجبلين، جبلي مكة. نعم اللابتين أي الجبلين. نعم ثم قال الزرقاني قلت في حرمين ممكن يعني المعروف انها النبي من النبوة وهو الرفعة وحسبك رافعا وحسبك يعني نسبك يعني من أصل لا من أصل من نسب عالي وحسبك أي أن نسبك النبي أي من النه من النبوة وهو الرفعة أي رافعا نعم
قال الزرقاني يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم من أنه بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعه بحكيم بن حزام بأن سفر اليمن قبل البعثة كما صرح به ورجوعه بعد إسلام خديجة وتحقق الأمر عندها فلقي صناديد قريش عند وصوله ثم اجتمع بحكيم بن حزام وسمع الخبر عنده من الجارية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر إسلامه بين يديه ولما أسلم أظهر إسلامه للناس ودعا إلى الله ورسوله وفي السيرة الحلبية أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم قط وكان نقش خاتمه رضي الله عنه نعم القادر الله وخاتم عمر كفى بالموت واعظا يا عمر وخاتم عثمان آمنت بالله مخلصا وخاتم علي الملك لله وخاتم أبي عبيدة الحمد لله وفي المواهب وشرحها روي عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأنت أسباق سابقة إلى الإسلام وأورى منه منقبة فقال له علي رضي الله عنه ويلك إن أبا بكر رضي الله عنه سبقني إلى أربع لم أوتهن ولم أعدد منهن بشيء سبقني إلى إفشاء الإسلام وقدم الهجرة ومصاحبته في الغار وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشعب يظهر إسلامه وأخفيه تستحقر لي قريش وتستوفيه والله لو أن أبا بكر زال عن مزيته ما بلغ الدين العبرين أي الجانبين ولكان الناس قرعة كقرعة طالوت ويلك إن الله ذم الناس ومدح أبا بكر فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وقوله سبقني إلى إفشاء الإسلام يدل على أسباقية إسلام علي رضي الله عنه وأن أبا بكر رضي الله عنه إنما سبقه إلى الإفشاء والتحقيق أن كل من أبي بكر وعلي رضي الله عنهما بادر بالتصديق والإسلام وعلي رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته فيحتمل أنه أسلم مع إسلام خديجة رضي الله عنه ويحتمل أنه قارن إسلامه إسلام أبي بكر رضي الله عنه ومثل ذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه فإنه كان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من السابقين في الإسلام وكذا بلال رضي الله عنه كان من السابقين في الإسلام أول الإسلام سيدنا خديجة على الإطلاق بعدها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال له شاور ألا أباك أبو طالب قال أو فيك أشاور قال والله لا ففي الحال بادر في الإسلام نعم ثم أبو بكر الصديق ثالثهم سيدنا أبو بكر الصديق وأما إسلام بلال فهو بركة من بركات أبو بكر الصديق لأنه عندما رآه يعذب اشترى من الذي يعذبه وأعتقه لله فكان إسلام بلال ونجاة بلال من العذاب ببركة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. شوف ثنا سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا بكر الصديق أنا إذا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل نعم فكرمه الله سبحانه وتعالى يكرمه يعني يزكون بعضهم بعضا وينصفون بعضهم بعضا فلهذا كان السلف الصالح يقتدي بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل واحد يعتقد النقص في نفسه والكمال في صاحبه فلهذا كان مقاماتهم عالية عند الله مقربين من الله ومقربين من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى جينا في زمان ينقص بعضهم بعضا ويثلب بعضهم بعضا فلهذا لم يستمد بعضهم من بعض ليه؟ لما غلب على قلوبهم من محبة الدنيا من جاه أو مال أو متاع من متاع الدنيا الذي لا يدوم وأهملوا المتاع الكبير والنعمة العظيمة التي ينعم الله بها على عبده في الدنيا قبل الآخرة وهي المعرفة بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم
إذ هي طريق إلى المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن لهم من ذلك نصيب، لأن من غلب على قلبه محبة الدنيا لم يكن لهم من ذلك نصيب، لأنها محبة الله ومحبة الدنيا لا يتمعان في قلب عبد المؤمن. والله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، فإذا كانت محبتها في القلب فإنها لا تنفع فيها موعظة الواعظين ولا تذكرة المذكرين ولا سماع القرآن الكريم ولا سماع حديث النبي محمد الرؤوف الرحيم، لكن إذا كانت في اليد فإن القلب يكون خلي عنها. فلهذا لا تستقر محبة الدنيا ومحبة الله ومحبة الله في قلب عبد، فإذا دخلت خرجت هذه المحبة، وإن دخلت محبة الله خرجت محبة الدنيا إن صدقت المحبة. نعم، الله يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، ويحفظها من شر النفس ومن شر الهوى ومن شر الدنيا وممن أسكرتهم الدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، ويجعلها معينة لنا على طاعة الله وعلى طاعة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعافية وسلامة. ففي بعض الأحاديث أن أول الناس إسلاما خديجة رضي الله عنها، وفي بعضها أبو بكر رضي الله عنه، وفي بعضها علي رضي الله عنه، وفي بعضها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وفي بعضها بلال رضي الله عنه. قال الحافظ ابن صلاح والأروى ألا يطلق القول في تعيين أول المسلمين، بل يقال أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. وقال المحب الطبري الأولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها، فيقال أول من أسلم مطلقا خديجة، لم يتقدمها رجل ولا امرأة بإجماع المسلمين. وأول ذكر أسلم علي بن أبي طالب وهو صبي لم يبلغ الحلم، كان مستخفيا بإسلامه. وأول رجل عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة الكلبي. وروى ابن ماندة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، وهم يريدون الشام في تجارة، فسمع أبو بكر رضي الله عنه كلام بحيرة الراهب وسؤاله حين قال من هذا الذي تحت الشجرة، فأجابوه بأنه محمد بن عبد الله، فقال هذا نبي إلى آخر ما تقدم، فوقع في قلب أبي بكر اليقين حينئذ. وفي رواية لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة، فالمراد بهذا الإيمان اللغوي وهو اليقين بصدقه وهو ما وقر وثبت في قلبه، فلهذا كان يتوقع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي أنه أول المسلمين أو ثانيهم أو ثالثهم بعد النبوة كما تقدم. قال الحلبي في السيرة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا موجودات عند البعثة، فيبعد تأخر إيمانهن، فهن من أول الناس إيمانا، بل هن ممن لم يتقدم لهن إشراك، فلم يذكرن مع أول من آمن اكتفاء بذلك ولإيمان أمهن. ولذلك قال الحافظ ابن كثير إن أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم آمنوا به قبل كل أحد، خديجة وبناتها وزيد وزوجته وعلي رضي الله عنهم. وأما فاطمة رضي الله عنها فما ولدت إلا بعد البعثة، فلا يحتاج إلى التنبيه عليها. وقد روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة أسلمت وبناته صلى الله عليه وسلم، وكان أبو الأز زوج زينب عظيما في قريش، فكلمته قريش في فراقها على أن يتزوج من أحب نسائهم فأبى، ولا يشكل تزويجه بزينب ولا تزويج رقية وأم كلثوم بولدي أبي لهب مع صيانة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة عن الجاهلية، لأن تحريم المسلمة على الكافر لم يكن حينئذ، حتى نزل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان بنتيه تزوجهما ابني ابنيا أبو لهب. سبحان الله، أنا ما نزل الوحي بتحريم نكاح المؤمن للكافر إلا بعد ذلك نزلت هذه الآية.
ألا ولا تنكر المشركين حتى يؤمنوا. اللهم صل على هودي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أزواج بناته متعبين، ها مسكين. اللهم صل على أزواج بناته أتعبوا. اللهم صل على بل وآذوا على أولاد أبي لهب، لكن هذا أبو العاص هذا كان زوج سيدنا زينب، فطلبوا منه خلاص فارقها ونزوج أحسن منه، هذا الذي ترك عبادة آلهتنا فأبى ذلك. فلا وكان مشرفا معظما في قومه، قال هذا وإن تأخر إسلامه لكن الله سبحانه وتعالى بعد أكرمه بالإسلام. نعم. ونساء بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت خيرة البنات، ألا أفضل البنات بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسبق لهن كفر. أما سيدتنا فاطمة الزهراء هي ولدت أصلا في الإسلام بخلاف أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم، إنه ولدنا قبل البعثة، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وفرق أولاد أبو لهب. وأما سيدتنا زينب فهاجرت ولم يدخل زوجها في الإسلام، ثم بعد ذلك في قصة طويلة أكرم الله على، لأنه أبى أن يشارك في أذية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يفارق بنته، فلما وقر في قلبه حفظ الله له ذلك فأكرمه بدخول الإسلام وإن تأخر إسلامه. لهذا لما أسر قالت سيدتنا زينب قال بتفديه، أخذت معها قلادة ورثتها عن أمها سيدتنا خديجة الفضلة فأرسلتها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاف القلادة هذه، قالت خديجة هذه، رضي الله تعالى عنها، فشفعت فيها في زوجها العاص. بعد ذلك أكرمها الله بالإسلام فهو مات مؤمنا والحمد لله. وقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار بعد صلح الحديبية، وقد كفاه الله ولدي أبي لهب فطلقاهما قبل الدخول، ثم تزوجتا بعثمان رضي الله عنه واحدة بعد واحدة. وأما أبو العاص فأسلم لقب بذي النورين، عقد على ولدي أبي لهب رقية وأم كلثوم، لم يدخل بهما، تزوج سيدنا عثمان بن عفان ألا سيدتنا رقية، لما ماتت تزوج أختها أم كلثوم، فلهذا لقب بذي النورين، لأن ما أحد تزوج بنتين لنبي إلا سيدنا عثمان. قال كيف تزوجوا قد ماتت الأولى في عقده، قال لو كان عندي الثالثة ما أزوج إياها. وأما أبو العاص فأسلم وهجر، وبكيت زينب رضي الله عنها عنده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمت أحدا إلا رجعني في الكلام وعلب علي إلا ابن أبي كحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. ومن ثم كان أسد الصحابة رؤيا وأكملهم عقلا، لخبري أتاني جبريل فقال إن الله أمرك أن تستشير أبا بكر، ونزل فيه وفي عمر رضي الله عنهما وشاورهم في الأمر، فكان أبو بكر رضي الله عنه بمنزلة الوزير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يشاوره في أموره كلها. وقد جاء أن الله أيدني بأربعة وزراء، اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل، واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر. وفي حديث صحيح أن الله يكره
أي يخطأ أبو بكر. وأما ورقة بن نوفل فقد تقدم الكلام عليه، وأن بعضهم أتاه في الصحابة وجعله أول من أسلم، وبعضهم قال إنه مات على ما كان عليه من شريعة عيسى عليه السلام، وبعضهم جعله من أهل الفترة. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسيأتي ذكر إسلامه في باب بيان تأديب قريش للمستضعفين بعد ذكر هجرة الناس إلى الحبشة. وسيأتي أيضا أن إسلامه إنما كان بعد الهجرة الأولى وكلا الثانية في السنة السادسة من المبعث. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فيأتي ذكر إسلامه قريبا في عداد من أسلم بدعاية أبي بكر رضي الله عنه. وأما حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فسيأتي ذكر قصة إسلامه عند ذكر ما وقع له صلى الله عليه وسلم من كفار قريش من الأذايا، لأن بعض تلك الأذايا كان سبب إسلامه رضي الله عنه. وسيأتي أيضا أن إسلامه كان في السنة الثانية من النبوة وكلا في السادسة. وكلا في السادسة، وهو كان نعم ارتضع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي إن شاء الله بيان إسلام كل واحد في محله ولا. وسيأتي ثم بدأ على سيدتنا خديجة سيدنا أبو بكر ما رجع ويتكلم على إسلام سيدنا علي إن شاء الله كما سيبينه ويطيل الكلام فيه في الدرس الآتي. الفاتحة بالقبول صلاح كل حال يعني مكم مفتوح صلاح الجسم والقلب صلاح الشأن كله الله الباطل. إن الله يزينا كمال الإيمان والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمال الإيمان والمحبة لبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمال الإيمان والمحبة بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل قلوبنا سليمة عن جميع المؤمنين، يكرمنا بما أكرم بعد الصالحين، يكرمنا الصالحين، خلقنا بخلاق بعد الصالحين، ويحفظنا من كل أذية وكل بلية وكل شكية، يحفظنا من الضلال، ويحفظنا حق حق باصر باطل رزقنا إجابه، ولا يجعل مشابهنا تبلع، يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، خلينا على كل خلق ذي كل خلق يا أهل محمد الرؤوف الرحيم، سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نسأل وإياك نستعين، من أول أول إلى آخر الآخرين، يا رب المتين ويا راحم المساكين، ارحمنا والمحبين والحافظين، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.